السلام عليكم، يعطيكم العافية. الحلقة نزلت يا اخوان مدتها 12 دقيقة ونص. انا استغربت من نزلت 12 دقيقة ونص، ايش في؟ في خطأ، الحلقة المفروض تكون اطول من ذلك. لما راجعت الحلقة وجدت انه في بارت كامل ميسنج يا اخوان، مفقود من الحلقة. صار عندنا خطأ في المونتاج. هذا البارت بالتحديد، هذا الجزء تكلمت فيه عن كارفاخال، مبحث كامل عن كارفاخال، تكلمت فيه عن فينيسيوس جونيور، تكلمت فيه عن بيلينغهام، تكلمت فيه عن شلوتر بيك مدافع دورتموند، وعن هاملز، كلام مهم جدا. ما نزل في حلقة يوتيوب، راح نزلكم هون الآن على الاستوريات رسميا، استمتعوا فيه إن شاء الله. يلا شو رأيكم؟ وهيك بيكون أجملنا النهائي كاملا، ما بين 12 دقيقة ونص على اليوتيوب وهذه الخمس دقائق راح تستمتعوا فيها معي الآن على الاستوريات. هيا بنا انطلق. البعض بيعتب علي بيحكي لي محمد انت في الحلقه الماضيه دمرت كارفاخال، قلت كلام عنه لا يستحقه. كارفاخال قدم مباراه عنيفه كان جبار للغايه، وقد سجل هدف الريال الاول. لحظه، احنا بنحكي مع ناس كبار، بدنا عقول مفتحه هون. مالكو، اول شيء الهدف اللي سجله كارفاخال لا شان له تماما بالادوار المناطه فيه كظهير ايمن، كما قلنا هذه لعبه متدربين عليها، وكان ممكن اي لاعب يقوم بدور كارفاخال في الركله الركنيه. ثانيا، احنا تكلمنا عن كارفاخال المدافع وليس المهاجم حتى، وقلنا انه قد يعني في علم الغيب، قد والله تعالى اعلم واعلم، ان يكون ثغره. بالمجمل قياس على ما اداه كان بطل في المباراه، ساند هجوميا ودفاعيا، ولكن عندي بعض الاستفسارات. من كان افضل دفاعيا، فيرلان مندي ام كارفاخال؟ ورب الكعبه فيرلان مندي. الامر الاخر، ليش كل هجمات دورتموند كانت من ناحيه كارفاخال؟ كل الفرص الخطيره كانت من جهه كارفاخال. طبيعه 90 دقيقه سيؤدي في لقطات وسيخفق في لقطات، ولذلك كل فرص دورتموند كانت من جهته. طيب لحظه يا محمد، نعم فرص كثيره، ولكن دورتموند لم يسجل في النهايه. صحيح، لثلاث اسباب. واحد، كارفاخال نفسه يصلح خطاه، وهذا ما حصل في الانفراد بعد ما ضحك عليه اديمي وانفرد، هو اللي انقذ المرمى بعد ما اديمي تخطى كورتوا. السبب الثاني، هو ممكن يغلط بس كذوب، وهذا ما شفناه اكثر من مره خاصه من كورتوا. والسبب الثالث، رعونه مهاجمي الخصم بالفينش. نعم تخطينا منطقه كارفاخال، ولكن اخطانا في النهايه لم نسجل. هذه الاسباب الثلاثه التي انقذت راس كارفاخال دفاعيا. في امر اخر، انا وياك بنعرف انه كارفاخال عليه بطاقه صفراء قبل الهدف بعد تدخله القوي على كريم اديمي في لعبه من دون كره. قاتل كريم اديمي الذي وصل الكره قبله، كارفاخال هو الذي ذهب لكريم اديمي، ولكن حكم السلوفيني ما شافها لانه كارفاخال لاعب خبره خبيث ذكي للغايه، ومثل انه هو اللي انضرب. لو احتسب هذا الخطا لكان في بطاقه صفراء على كارفاخال، ويمكن هذه الكره تشكل خطر كبير على حدود منطقه الجزاء في ظل وجود فريق اسمه دورتموند يوجد الالعاب الهوائيه والضربات الراسيه. حللت لك كارفاخال تماما، قلنا ما له وما عليه. اما انك تحكي لي انه دفاعيا كان جبار، فلا يا اخي. فيرلان مندي نعم يذكر بانه كان جبار، كامافينجا كان جبار، كارفاخال كان جيد الى جيد جدا، امداد هجومي ودفاعي لم يكل ولم يمل، عمل الادوار المطلوبه منه. الهدف قصه اخرى ما لنا دخل فيها. ثم كل ما قلناه عنه قلناه في علم الغيب، قد يصح وقد لا يصح. ومن ادرك لو لعب لوكاس فاسكيز يمكن كان ادى افضل، ويمكن كان ادى اسوء، الله اعلم. طيب ريال مدريد بالخبره كان حاضر ومستعد لكل السيناريوهات، كأنه فريق دارس كل شيء، حاطط خطة لكل شيء. لو تقدموا علينا شو نعمل؟ طب لو احنا تقدمنا شو نعمل؟ طب لو ضغطونا من الجهة اليمنى كيف نتصرف؟ طب لو ضغطونا من العمق؟ طب لو ضغطونا من الأطراف؟ طيب لو احنا صار معنا كذا كيف سنتصرف ونتراجع؟ أنشيلوتي دارس المباراة النهائية دراسة لا مثيل لها، ولذلك مع تكرار فرص دورتموند ريال مدريد لم يتغير، بيلعب لعبه، حاطط سيناريو لكل شيء. فولكروغ يضرب القائم، ما في مشكلة على الإطلاق. بالمناسبة فولكروغ رائع جدا، تغير جسمه تماما عن فولكروغ فيردي بريمن اللي كان هداف الموسم الماضي، محطة جبارة في الأمام، الكرة تخرج لا من رأسه ولا من قدمه عبث، ويضرب ويلسع من خرم إبره، وسجل هدف ولكنه ألغي. ولكن حتى في هذا الهدف لمست المهاجم القناص على السريع سلخها في الجول، واللعب كانت من جهة مين؟ كارفاخال. مرتدات دورتموند في المباراة كما توقعنا كانت السلاح الأخطر، شفنا أغلب الهجمات عن طريقها، بل إنه مرتدات دورتموند أحيانا كانت تكون بست لاعبين، انطلاقهم الهجومي كان ملفت للغاية ومرعب جدا. يا ناس في أول نص ساعة من المباراة 7 تسديدات لدورتموند مقابل تسديدتين فقط لريال مدريد، ولا واحد منهم كانت على المرمى كمان. عادي ريال مدريد لا يستعجل قطف الثمرة. طيب هل دورتموند كان رائع في الأمام فقط؟ لا ورب الكعبة، بل كان الفريق الرائع الملعب. سابيتزر وإمري تشان كانا رائعين في الامداد الهجومي وفي غلق عمق الملعب دفاعيا، سابيتزر هجوميا وإمري تشان دفاعيا، بدعوا، ما اجمل الكره في اقدامهم. وطبعا نجم الفريق كانا قلبي الدفاع هاملز وشلوتر بيك كما ذكرنا في الحلقه الماضيه، افتكاك ومثابره والتحامات من افضل ما يكون. هاملز انا ورب الكعبه مش فاهم كيف انه ناجلسمان استبعده من تشكيله اليورو. هاملز يقدم لنا الان نسخه تكاد تكون تفوق اقوى نسخه في 2012 2013 2014 2015 2016، اثقل وزنا نعم، ولكن اكثر خبره بكثير، قلب دفاع لا يشبه اي اسلوب قلب دفاع اخر في العالم. فنيا الرجل لا تشبهه شائبه، حاليا واحد من افضل قلوب الدفاع في العالم من دون منازع، 36 عام، ثقه بالنفس اكبر، خبره اكثر. هاملز وقف سد منيع امام واحد من امهر اللاعبين في العالم اللي هو فينيسيوس جونيور، قطع عنه الماء والهواء، وقف له في حلقه هون. اضف الى شلوتر بيك تميز دفاعي بقدم يسرى جميله، اخراج رائع للكره، وتدخل دفاعي ممتاز يحسب له في كره بيلينغهام. ولكن لمتى سيصمدان؟ انتوا بتواجهوا ريال مدريد، طبيعي انه هذا الصمود النهائي.
سيكسر. في ريال مدريد ابدع كامافينجا، كان رائع، كان بارز للغايه في قطع الكرات العرضيه الارضيه التي كثيرا ما كان يلجا لها دورتموند عن الاطراف. طيب ماذا عن فينيسيوس؟ امرين اثنين، واحد ايجابي وواحد سلبي. هو كثير لعيب. ابدا بالسلبي، فينيسيوس صار يركز كثير بزياده على التلاعب والمكر اكثر من لعب الكره، وهذا ياتي على حساب تركيزه في الملعب. نعم هذا مفيد ويوقع الخصوم في الفخ كما حدث مع انذار شلوتربيك. فينيسيوس كان يمثل فتحصل على فاول، احتاج شلوتربيك مع انه شلوتربيك خارج اللعبه تماما ما له دخل اللعبه مع هاملز، بس يحتاج شلوتربيك خلاه ياخذ بطاقه صفراء، فنجح فينيسيوس في استفزازه وتوتيره. طيب شو الامر الايجابي؟ انه الكرة الذهبية البالون دور أصبحت أقرب من أي وقت مضى، أن يسجل في النهائي برصيد 6 أهداف في 10 مباريات وكمان عامل 5 أسيستات 5 صناعات وتتويج بالدوري وبدوري أبطال أوروبا، يعني أي إنجاز فردي مع المنتخب البرازيلي في الكوبا أمريكا القادمة في هذا الصيف سيضمن له البالون دور عن جدارة واستحقاق. طيب ماذا عن بيلينغهام؟ بيلينغهام يشارك المنافسة، ولكن بيلينغهام بعد الإصابة ليس هو ذات البيلينغهام الذي بدأ الموسم. بيلينغهام لم يقدم مباراة كبيرة، بيلينغهام يتأخر كثيرا في الكرة، بيلينغهام بات يشكل عبء إلى حد ما على هجوم الريال تسقط. هذا لا يقلل من قيمة بيلينغهام، وأنا متأكد أنه سيعود لمستواه، ولكن لا مقارنة أبدا بينهما.